بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم من ام درمان وميدان الخليفه الجامع عبد الله التعايشي. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبثم وسناء. اينما كنتم يا الاحباب الكرام في كل مكان نلتقيكم. وهذا الاحتفال الكبير بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من خيمه الشيخ حسن الفاتح قارب الله وكل مريدي واحبائي الطريقه السمانيه الطيبيه القريبيه الحسنيه. هذه الطريقه التي تعد من اكبر الطرق الصوفيه في السودان. نحتفل معها بهذا المولد النبوي الشريف لهذا العام. أهلا ومرحبا بكم. الجنة ونعيمها لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أطلع من مطالع الغيوب طوالع الأنوار المحمدية وأبرز في عالم الظهور أشعتها فاستنارت بها الأكوان الدنيوية والأخروية. وشكرا لمن دبج أفواه أهاضي بأندية المحافل والمشاهد بأنوار محبوبه في مساجد السعود وسائر المعاهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفرغت في وألبست من الصدر حلة الاقتصاص. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نور الوجود والسبب في جميع الموجودات وأشرف مولود شهادة أرغى بها عن دني الهمم إلى أوج المعالي وأكرع بها من بحار فيوضات الجود والكرم وأبلغ بها إن شاء الله تعالى آمالي. وأصلي به منه عليه صلاة يحاكي عرفها النفحات المسكية ويغرر تحفا ذوي النفوس الزكية القدسية وآله الفاطمين أنفسهم عن تناول ثمار الشهوات بيد العجب والاستكبار وأصحابه الغاطفين بأنامل الفتوة نور الفخار. وأستدر من در مذن فتحهم الهطال المنيف هداية أستعين بها على نشر أعلام المولد الشريف وتطريز حبره المحبرة بالتحبير والإيلال على ممر الأيام والليالي جاليا خمرته المهيج للنفوس ليحسو السامعون بأكواب الآذان عوضا عن الكؤوس. ناظما نسبه الشريف في سلك عقد اللآلي راويا بعده إسناد خبر ميلاده الصحيح العالي. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا طه الذي خصصته بمحاسن سلم الكليم بها وهي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واستمر حملها إلى تمام 9 أشهر على الخلاف ولم تجد ثقلا ولا وجعا من حمل سيد الأشراف. وفي وقت ميلاده حضر عندها آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وبعض من حسان حور الجنان فأخذها المخاض واشتد بها نطاق الألم فولدته نورا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل يا ربي ثم سألم على من هو للخلق رحمة وشفاء
وصلي لعلى الرسل لعلى الرسل عن علا كانطواء وأولو العزم تحت شاؤك جاءوا ولمرقاك دانت الأصفياء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء صل نجم مجد بدا بطالع زادي فاستوى الليل والنهار بوقته أهل علمتم ما ليلة الغدر عندي ليلة المولد الذي كان ردي ني سرور بيومه وازدهاء يا ربي ثم سالم على من وهو للخلق رحمة وشفاء أحيس جبريل أحيس جبريل في السماوات مجاد يعلن البشرى بولادة أحمد سمعت أمه بشري بمحمد وتوالت بشرى الهوات في أنغاد ولد المصطفى وحق الهناء صل يا ربي ثم سالم على من هو للخلق رحمة وشفاء يا رسول قد جاء بي الحق هادي لسبيل الهدى وطرق الرشاد جيت أرجوك مستجير الأنادي الأمان الأمان من ذنوب أتيته الهوى صل يا ربي ثم سالم على من هو للخلق رحمة وشفاء وصلاة فصلاة بعد من بك يؤمن وصلاة ممن بذكرك يعلن وصلاة نلقى بها الصعب هين وسلام كالمسك تحمله لك مني شمألني إليك أو نكباء صل ثم سألم على بل
شفاء. كم وضيع كم وضيع في يوم واضع تعلى ورفيع من بعد ما عز ذلا لك فجر الميلاد ما انشق إلا وتداعى إيوانك يسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء. أغد تولى أغد تولى عن أمه كل كربي ما رأت يوم وضعه غط صعبي أي فوز لا للرجال وغربي يوم نالت بوضعه ابنة وهبي من فخار ما لم تلله النساء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. ألم أجد لي لم أجد لي مستمسكا أن أتغرى لإلهي به سواك مغرى فلهذا ففيك لي كل ما أرى قد تمسكت من ندائك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء. أغرب الأنبياء جودا ورحمة أبعد الأصفياء مرغا ومغنى ولدته لجملة الرسل خدمة وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. وسلام بعد من بك يؤمن وسلام من العلا يتدلى وسلام من الملا يتعلى وسلام عليك من استغلى ما أقام الصلاة من عبد الله أو أقامت بربها الأشياء. صل ثم سلم على
اللهم أحينا على اتباع سنته وأمتنا على ملته واجعلنا من رفقائه وشفعه فينا كما يحب أن يشفع فينا واجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة. بلغ كل منا مقصوده إياه النبي صلى الله عليه وسلم وبسره. الفاتحة. يا ربي بالمفضل الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا طه الذي خصصته بمحاسن كليم بها وهيم هودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان، ما زلنا معكم من داخل ميدان الخليفه الجامع بهذه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من الطريقه السمانيه. نستمع في هذه الفقره لبراعم الطريقه السمانيه وعديد من العروض التي تقدم في هذه الفقره، كما نشير وننوه لانهم ايضا لديهم خيمه خاصه بالبراعم، نتابع من خلال هذه الفقره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطابت أوقاتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العلاقة بين الإنسان والكون قائمة على الانسجام والتوافق والتكيف مع النسق الكوني ومشاركة المخلوقات في العبودية لإله واحد، والعبودية تستوجب الحب، ومن خلال ذلك الحب يتوجه العبد إلى ما أبدع وصنع الخالق سبحانه وتعالى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه درسا في حب الجماد والنبات والحيوان وكل ما في الكون والتفاعل معه، حينما حن إليه الجذع ومال وسبح الحصى بيده الشريفة وشكى إليه البعير وكلمه الضب ونبع الماء من بين أصابعه وسعى إليه الشجر وسار معه السحاب. وكان هذا التفاعل معه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن. ولم يكن هذا التفاعل والحب مع النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على الجانب الأرضي، بل كان كذلك السماوي، فقد انشق له القمر. قال الإمام الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يعادلها شيء من آيات الأنبياء، لأنها ظهرت في ملكوت السماء. كل شيء في هذا الكون أحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
وكل أفصح عن شوقه وحبه وتفاعله بلسانه وطريقته. فعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فصاحت النخلة صيح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جماد ابتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتارا أربعة أو خمسة، فلم يتحمل هذا البعد ولم يتقه، فصرخ وحن ولم يهدأ حتى ضمه إليه صلاة ربي وسلام عليه. ولله در القائل يحن الجزع من شوق إليك، ويذرف دمعه حزنا عليك، ويكش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك. فما لي لا يحن إليك قلبي، وحلمي أن أقبل مغلديك، وأن ألقاك في يوم المعاد وينعم ناظري من ابنتيك. وحكى سيدنا عبد الله بن جعفر وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهما يتجولان في المدينة، مر بحائط لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح أي بعير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وزفرت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح زفراته وسراه، فسكن البعيرة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما رب هذا الجبل؟ فجاءه شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شقاك إلي، وزعم أنك تجيعه وتجيبه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يدي حصى، فسبحنا وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن كل من في الحلقة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرا، فأخذناهما، فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصيح، فقال: من فجع هذه في فرخيها؟ قال: فقلنا نحن. قال: فردوهما. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ حبذا التطواف في بستان المحبة واقتطاف باقات عطرة من ذلك البستان الذي ملئ بأجمل الأزهار وأعبقها. وما أعظم هذه المحبة التي تجعل الجبل يهتز فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال بعض الدعاة: وإنما اهتز فرحا وطربا وشوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلا شيء يحرر
يترك الجبل ويهزه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلوموا أحدا للاضطراب، إذ علاه فالوجد داون. أحد لا يلام فهو محب، ولكم أطرب المحب لغاية. فقد ثبت الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، فالحب متبادل والتفاعل حاصل، فمن يحب يحب، فهذا ثابت في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبحبه امتلأ الأسد ذلك الحيوان المفترس، فتلاشت وحشيته في محبته صلى الله عليه وسلم، وتحولت إلى رقة ورقي، وذلك عندما طرح البحر سيدنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمد الأسد. قال سيدنا: سفينة. فأقبل الأسد إلي يريدني، فقلت: يا أبا الحارس، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه فأقبل إلي، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني ووضعني على الطريق وهمهم، فظننت أنه يودعني، وكان ذلك آخر عهدي به. فلا غر ولا عجب من ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وسرورها، ريقه دواء ونفثه شفاء، وعرقه أطيب الطيب، أجمل البشر وأبهى من الدرر، يأسر القلوب ويجتذب الأفئدة، متعة النظر وشفاء البصر، إذا تكلم أساغت له القلوب قبل الأسماع، فلا تسأل عما يحدث لها من السعادة والإمتاع. سألت عنه النوق التي آمنت به، قالت: مليح في البرايا معظما. فقلت لها: يا نوق، أين دياره؟ قالت: نعم، أرض البقيع وزمزما. فقلت لها: يا نوق، قصدي أزوره؟ قالت: نعم، سافر لطيبة والحما. فقلت لها: يا نوق، كيف صفاته؟ قالت: يفوق البدر في كبد السماء. فقلت لها: ما الاسم؟ قالت: محمدا. قالت: محمدا شفيعا لمن صلى عليه وسلم. فقلت لها: نبأ الزلال بكفي؟ قالت: نعم، وروى العطاش من الظما. فقلت لها: باض الحمام بغاره؟ قالت: نعم، والعنكبوت مخيما. فقلت لها: نطق الحصى بكفي؟ قالت: نعم، والضب جاء وسلما. فقلت لها: داوى المريض بريقه؟ قالت: نعم، وبرى الزعيم من العمى، حاد المطايا أخى الهوى، شرق بنا نحو البقيع وزمزما. يا رب زوقنا لذاذة حبه،
لو ذاقه القسيس طوعا أسلما. يا رب صل على الحبيب وسلما، يا رب صل على الحبيب وسلما. خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وهيمه دا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وكان يخدم أهله ويعود المرضى، ويجبر خاطر المنكسرين، ويجيب من دعاه من غني وفقير، ويحب المساكين، ولا يحتقر الفقراء، ولا يهاب الأمراء، ولا يغابل أحدا بما يكره، ويقبل الاعتذار، ويغيل العثار، ويركب البعير والفرس والبقلة والحمار، ويردف خلفه والأمام، ويمشي مع الأصحاب عليه الصلاة والسلام، ويقول دعوا ظهري للملائكة الكرام، وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وأحرم عينيه غالب الليل من لذة الهجوع، وآتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فضة وذهبا، وراودته الجبال الشم بأن تكون له ذهبا. وكان صلى الله عليه وسلم يكسر الذكرى ويقل اللغو، ويبدأ من لغيه بالسلام، ويطيل الصلاة، ويغصر الخطبة، ويمشي مع الأرملة والخدام، ويكره الرائحة الكريهة، ويحب الطيب، ويألف أهل الشرف، ويكرم أهل الفضل، ومن بعلو المقدار كل له ترف، ولا يكره اللعب المباح، ويمزح غائلا حقا، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها صدقا. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويصفح عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، ووقع الاتفاق على مولده ومعراجه وغدومه المدينة، ووفاته يوم الاثنين من ربيع المبارك وليلته. يا رب صل على لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا. طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكريم بها وهي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا. طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وهي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وبث حديث مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكل من سح مزنه الأسماع، ولكن من التطويل كلت الهمم وقل الانتفاع. فلنرفع بعد كمال تعطير تحبير ترس المولد الشريف بغالية الأقلام والتحرير، وحسن تطريز نهار قرطاسه المنيف، بطراز ظلام الإملاء والتحبير،
أكف الابتهال والانكسار ناصبينا علم حاجاتنا بين يدي العزيز الغفار جاذبينا بورود نجائب بشرى الإجابة متوسلين بمن شرفت به رحارح طابة فنقول اللهم يا من هو المحيط الجامع يا من لا يمنعه من العطاء مانع يا من لا ينفذ ما عنده وأرسل على جميع الخلائق سحائب جوده ورفده نسألك اللهم بجاه نبيك المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا ببركته صلى الله عليه وسلم قبولا وعزا وشرفا اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والعناية والحفظ والرعاية والاختصاص والولاية ونسألك اللهم بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار في السر والإجهار ومتعنا برؤيته في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير الأعمال في الليل والنهار وارحمنا بقدرتك واغفر لنا إنك غفور رحيم غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل مطرز حبر مولد سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد الكريم القرشي القادري المدني الشهير بالسمان مشاهدا جمال ذاتك العلية باقيا بك على الدوام وعما من انتمى إليه بالهداية والرضوان وأختانه وأرحامه وتابعيه ومحبيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ونتوسل إليك في قبول ذلك بسيدنا محمد عبدك ومختارك وآله وصحبه والحمد بك لك منك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها الطب بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا ارحم الراحمين
اللهم ألطف بنا فيما جرت به المغادير، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المغادير، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المغادير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، واجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين أجمعين. آمين. متوكل بدير أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في كل مكان. نسعد جدا نتعرف في هذه الفقرة أيضا على الحملة الطبية للطريقة السمانية الموجودة في ميدان المولد النبوي الشريف. نتعرف في هذه الفقرة أيضا مع منسق هذه الحملة الدكتور متوكل البدير. مرحبا دكتور، وبداية كل عام وانت بألف خير بمناسبة حول المولد النبوي الشريف، شنو الموجود داخل الحملة الطبية؟ كل عام وانتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. حقيقة الحملة حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحية بساحة المولد النبوي الشريف يقدم عيادات طبية متخصصة تخصصات الأطفال والباطنية والعيادة العامة والنساء والتوليد، بها أيضا معمل متكامل يقدم عدد وافر من الفحوصات المحتاجة لها، بها صيدلية فيها طيف واسع من الأدوية. كل خدماتي تقدم مجانا إيمانا بدور التصوف في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ليس فقط علاقة الإنسان بربه إنما بالإنسانية في جماعه. تقدم هذه الخدمات لكل رواد المولد النبوي الشريف بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والإثنية. أيضا في الحملة مخيم للبصريات بيقدم خدمات كشف النظر ونظارات وتثقيف صحي، أيضا كل هذه الخدمات تقدم مجانا. بيشرف على الحملة إشراف مباشر سيدي الدكتور الشيخ محمد الشيخ حسن الفالح غريب الله المرشد العام للطريقة السمانية. بتستهدف الحملة هذا العام حوالي 15,000 مستفيد بتكلفة كلية بلغت حوالي 2,500,000,000 جنيه سوداني. كما أيضا تقدم الحملة خدمات إسعافية للحالات الطارئة الممكن تواجهني في المولد النبوي الشريف نتيجة الازدحام أو إذا في أي حالات حرجة بنقابل أيضا. حقيقة نحن مؤمنين بأنه مخفف عن مؤمن كربة تنكر فر الله عنه كربة، وإيمانا بدور التصوف من أنه تداوي فإن الله لم يجعل لكل داء دواء. بشكركم وكل أمة إسلامية وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا الكرام، بعد قليل ننتقل للاستماع كلمة من الشيخ السمانية الشيخ محمد الفاتح حسن. قليل ننتقل إلى هناك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على آلائه وعلى فضله وعلى مننه وعلى كرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله بارئ النسم
ومزدي النعم ومفيض الكرم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم صاحب الميلاد الرفيع والنور السطيع، اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد كل من يسلي ويسلم ويبارك عليه. ثم أما بعد، فإننا وإياكم في فرح وفي حبور وفي سرور، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر رباني، والفرح به صلوات ربي وسلامه عليه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله. قال ابن عباس: الفضل هو العلم، ورحمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد ميلاده، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد قرن ما بين ميلاده وميلاد الإسلام، قرن بين الميلاد وبين النبوة. وحينما سئل عن صيامه بيوم الإثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي أنه مرة ثانية قد قرن الميلاد بالإنزال القرآن صلى الله عليه وسلم. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام بطريقة اليهود التي كان يصومون عليها، ولم يكن واحد من الصحابة يقول له قد فعلت فعل اليهود. صام احتفالا بنجاة سيدنا موسى، وقالوا: نحن أولى بموسى، ولذلك نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد هذه الجموع وقد أشربت بحبه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، ووزر من كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها، غير أنه لا ينقص من أوزارهم شيء. لذلك هذه سنة حسنة نحن نحييها، سنة بمعنى بدعة طيبة مباركة، لأن البدعة على أنواع، منها محرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، وبدعة الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم واجبة قالها القرآن. هذه البدعة بدعة واجبة. قال المعترضون: من سن سنة حسنة، أي أحيا سنة ولم يبتدع. ولكن هذا الكلام مردود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، بمعنى هل بمعنى إحياء سنة سيئة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسن سنة سيئة ثم نأتي ونحييها؟ هذا كلام الذي يقول به يخرج من دائرة الرحمة الإلهية، ويخرج من دائرة التوحيد والإيمان به صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نتأكد من الفرح به. ولكن هذه الأيام لها نتائج ولها معاني، لأنها تعود بالأمة سيرتها الأولى، موحدة متآخية متصافية، قد بعدت عنها أسباب الاقتتال والاحتراب، أسباب النأي عن الأخوة الحقة، إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يديم علينا الفضل، أن يديم علينا الفرح، أن يديم علينا الاحتفاء بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فنتمسك بأخلاقه بسنته بكتابه، أن نتمسك بالأخوة بالحبال المتينة التي جعلنا الله سبحانه وتعالى نتمسك بها، إنما المؤمنون إخوة، حتى يعود الجسد الواحد يشتكي إذا تداعى منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأمة يا حبيبي يا رسول الله
تتشوق أن يعود ربيع عندها كل دقيقة واحدة وهي تحتفل به. أربيع عدت وقد تعاد عوائد من فضل مولي الفضل للمعتاد هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نسير به مع الركب أواني سائقا أضع أنسير به مع إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بالغالة السودانية 24 لاحتفالات المولد النبوي الشريف. كنا مع الطريقة السمانية هنا من أم درمان من ميدان المولد بأم درمان. غدا لقاء جديد عبر هذه التغطية الخاصة من غالة السودانية 24. إلى اللقاء. لا إله إلا الله.
سعدني خلقك يا حبيه يا ما ولذا دمعي حكى الغيث الزيامة والكرى مثل اصطباري كلما بدت أرجوه وصله أبدا هزاما زادني خلقك يا حبيه يا ما ولذا دمعي حكى الغيث انسجاما والكرى مثل اصطباري كلما بدت أرجوه وصله أبدا هزاما جل من خصك بالخلق الذي ليس من ينهجه يخشى ملامه